أول شيء بهني طبعا سيدة الأعمال الناجحة والراقية والذوق جدا ريما أبو سمرة على افتتاحها للوج، بتمنى كل التوفيق. وبعدين هي شاطرة، يعني لما بتعمل شيء بتعمله بس مش من باب فقط البزنس، من باب حب، فعلشان كذا أنا متأكدة أن هي راح تنجح إن شاء الله. رامي بالصالون هو اللي عمل لي شعري، غيرت شعري مرتين، مرة قبل الافتتاح ومرة بعد الافتتاح، وبيعرفوا إيش أبغى، فهو عمل لي شيء بيشبه شخصيتي يعني. It was nice، كتير حلو، وانبسطنا كتير بالموجودين يعني، وشرفتنا كتير لوجين بحضورها مدام بدرية، وكل أهم العالم طبعا أجوا وشاركوا بالافتتاح، وهيدا المحل هلأ جديد. ونحن كمان صار في عنا سكشن تاني للمحجبات، وفي عنا كمان سكشن للرجالي، فمبسوطين كتير فيهم، وبتمنى أنه يضلوا عم بيتابعوا الجاي لهون، لأنه كتير مبسط بحضورهم. هلأ صراحة لكل صالون له لمسته، له سحره، له لمستنا هي لالوج، إن لوج وز لالوج. طبعا شكرا لمدام ريم، شكرا لمدام لوبانا على كل شيء جهد عملوه لترتيبات هذا الاوبننج، وبشكر مدام بدريه، وبشكر لجين عمران على حضورها، وثانك يو لمسايا كمان، ثانك يو كثير لحضوركم، شكرا. نحن اليوم عم نفتتح الليدي الصالون، مشان في كثير كان اقبال المتحجبات من اللوكل ومن العرب بدهم بس الليدي ستايلست، فعشان هيك فتحنا صالون جديد خصوصي للليديز، وكانت اليوم برايفت ايفنت بس مع اغلبيتهم اللوكال ليديز، وفي شوي طبعا من كمان من الزباين موجودين ومن البلوجرز، ونورتنا اكيد لوجين، وفتحت لنا الصالون كمان مدام بدريه قلهداري، ثانك يو لها، وثانك يو لكل الاصحاب اللي شاركونا اليوم. نحن هلا الستايلست الموجودين عندنا كلهم فيري بروفيشنال، كان من الميك اب للشعر للفيشل يعني كل شيء بخص المرأة. وفي عندنا قسم خصوصي، صالون صار خصوصي، مش بس قسم، صالون خصوصي للمتحجبات، فيهم يجوا يعملوا شو ما بيحبوا. وليدي ستايلست معنا من وحده فرنش ستايلست، وفي لبنانيز ستايلست، وفي سيريان، فشو بتحب اي ستايل ممكن تنقيه وتعمل.